احنا ماشيين لله الحمد، بدينا من فتره طويله بموجب القوانين المعمول فيها والاجراءات المعتمده. واول خطوه قمنا فيها هو تعيين مستشار الادراج اللي هو الكويتي للاستثمار، وللحمد يعني قمنا باستيفاء وتوفير جميع الاوراق المطلوبه والبيانات المطلوبه من بنك وربا، بما فيها النشرة التمهيدية التفصيلية، وتم توفيرها للمستشار واللي على ضوءها راح يكون يعني الموافقة من قبل نهائية من قبل هيئة الأسواق. متى تتوقع يتم الإدراج؟ احنا متوقعين ان شاء الله قبل 29/8، لكن بحكم القانون معطي فترة بحد اقصى 5/9، لكن احنا متفائلين جدا بحكم ان اليوم نشوف جميع الاوراق وتم استيفائها، متوقعين اي تاريخ قبل هذا باذن الله تعالى.